مساء الخير جميعا. طبعا شكرا للدكتور نصر، دخل في موضوع الإبيجينيتكس، يعطاكم لمحة عامة. يمكن أنا رح أعطيكم شوي تعريف أكتر للإبيجينيتكس حتى تكونوا تربطوا بالكلام اللي حكى الدكتور، لأني أنا عرفت سابقا أنه في يعني different background هون، فحكيت لازم أعطي كمان ما أدخل كتير بالديتيلز، فرح أعطيكم لمحة على الإبيجينيتكس، وهو طبعا تخصصي على مدى 11 سنة. بداية كلكم أكيد بتعرفوا طبعا لما تم الإعلان عن خريطة أو انتهاء العمل بخريطة الهيومن جينوم، فمين بتذكر أي سنة؟ يعني تقريبا بال2000 كان تقريبا، يعني عمليا تم الانتهاء بال2000 لما أعلنوا كانت 2001-2002. لكن في هذا الوقت تم الإعلان عن 25,000 جين، يعني كان وقتها إنه 25,000 جين موجود في جسم الإنسان. هذا الجين، كل جين مسؤول عن فانكشن معين، يعني كل جين موجود في جسمنا بال25,000 هدول له وظيفة معينة. لكن مع العلم وطبعا وتطور التقنيات، خصوصا تقنيات السيكونسينج وهالقصص هاي، لاحظوا العلماء إنه في هدول ال25,000. أو قبل ما أدخل على موضوع ال25,000، أتذكر أنا مقولة كتير حلوة لبيل كلينتون وقتها لما أعلنوا عن انتهاء خريطة الإبيجينوم، أو سوري خريطة الجينوم البشري، حكوا إنه حكى بيل كلينتون إنه الآن إحنا منقدر نعرف اللغة اللي تم فيها الخلق. وناس تانين شو حكوا؟ ناس تانين قالوا إنه إحنا الآن رح نحل كل المشاكل الأمراض ومشاكل الطب في العالم. طبعاً الآن ما بين 2000 لل2019 في 9 سنين، لكن لسه المشاكل الطبية لساتها complicated، الكانسر ده لساته more complicated، الديابيتس كمان complicated. فمعناته خريطة الجينوم البشري أوكي حلت مشكلة صغيرة، ممكن قدروا يتعرفوا على الجينات المسؤولة عن بعض الأمراض وما إلى ذلك، لكن ما قدروا يحلوا المشاكل الطبية. معناته هذا خلى العلماء ما يوقفوا لعند هون، خلى العلماء إنهم يشتغلوا كمان وكمان وكمان حتى يعرفوا شو القصة، في شغلات تانية بتشتغل إحنا ما بنعرف عنها. عشان هيك بال2018 نزلت بيبر بتحكي إنه بدل 25,000 صار عنا الآن 46,000. 46,000 جين، مش شرط إنه الجين يكون كودينج للبروتين أو إنه يعطي بروتين حتى يصير إله فانكشن، لكن ممكن يكون إله وظائف تانية. وأكيد اللي أخذوا مولكيولار بيولوجي أو اللي درسوا بالعلوم بيعرفوا السنترال دوغما، اللي هي طبعاً الإشي اللي خلينا نحكي التراديشن، اللي هو دي إن إيه بيصير له ترانسكريبشن لآر إن إيه، والآر إن إيه طبعاً بيصير له ترانسليشن لبروتين. هذا الإشي الأساسي اللي اعتمد عليه المولكيولار بيولوجي من أول ما بدأ. لكن مع تطور العلم في إشي بتوين، في إشي عم بشغل، عم يعني بيشتغل على الار ان اي، وفي إشي بمنع انه الار ان اي يتحول لبروتين. في كتير عمليات قدروا العلماء انه من خلال الابحاث يقدروا يوصلوا لها. عشان هيك هذا مدخلي راح يكون على الإبيجينيتكس. شو هو الإبيجينيتكس؟ الإبيجينيتكس كلمة إبي باللاتيني يعني above، يعني الإشي اللي فوق السيكونس تاع الدي ان اي. هلأ إذا إحنا اطلعنا كل واحد عنده سيكونس أو دي إن إيه الخاص فيه مختلف عن الآخر، يعني بخلي كل واحد يونيك عن الثاني، حتى التوائم المتطابقة اللي هم حاملين نفس الدي إن إيه، مع الوقت راح تلاحظوا إنه في إشي ميز هذا التوأم عن هذا التوأم. من هون أصلاً دراسات الإبيجينيتكس بلشت على التوائم المتطابقة. لما اجوا العلماء زمان قبل ما يعرفوا مصطلح الإبيجينيتكس، عرفوا الإبيجينيتكس إن هو طبعا العمليات اللي بتحدد، اللي بتنتقل مثلا من الجينوتايب للفينوتايب. يعني مثلا مثل ما حكى الدكتور، الخليه كمثلا اللي بتكون مثلا عباره طبعا من زايغوت بتتحول لخليه جذعيه، والخليه الجذعيه بتتمايز لعده انواع من الخلايا، بتصير خليه عضليه، خليه قلبيه، خليه عصبيه وما الى ذلك. طب ما هم كلهم فيهم نفس الدي ان ايه، كيف هدول كلهم بتحولوا لأشكال مختلفة؟
هذا هو تعريف الإبيجينيتكس، هو بيعطي المارك أو بيعطي العلامة، خلينا مثل العلامة التجارية للسيكونس تاع الدي إن إيه. ببساطة الدي إن إيه بيعطينا أو الإبيجينيتكس بيعطينا كتير معلومات، هو بيقدر بيعرفنا إنه إحنا كيف نتفاعل مع حولنا أو مع البيئة اللي حولنا. كل إشي بنتعرض له مثل ما حكى الدكتور، بنتعرض للمواد الكيميائية، بنتعرض لنكبات، بنتعرض لحروب، طبيعة التغذية تاعتنا، طبيعة إحنا شو منشرب، شو مندخن ما مندخن، كل هذا بيأثر على السيكونس دي إن إيه الموجود عنا. السيكونس نفسه الدي إن إيه ما بتغير، نفس السلسلة بتضلها هي هي، لكن في شغلات فوق السيكونس هي اللي بتتغير، وهي اللي بتخلي طبعا بعض الجينات انها تشتغل وبعض الجينات ما تشتغل وما الى ذلك، وبتحدد وظيفة كل جين موجود عندنا. انا بدي اخذكم رحلة صغيرة بالدي ان اي جوا الخلية. هلا انتم بتتخيلوا انه الخلية، احنا عندنا كم خلية بالجسم؟ مين بيعرف كم خلية بجسم الانسان؟ أعطوني رقم أكثر شوي. يعني حسب آخر إشي قرأته 50 تريليون، 50 تريليون خلية. كل هدول الخلايا فيهم نفس الدي إن إيه. طول الدي إن إيه الواحد في الخلية 2 متر. الخلية اللي ما منشوفها بالعين المجردة فيها دي إن إيه طوله 2 متر. يا ترى هذا الدي إن إيه كيف بيقعد جوا الخلية وهو طوله 2 متر؟ طبعاً بعملية اسمها DNA packaging، اللي هي طبعاً بيصير مثل إنكو عم بتلفوا حبل، بتلفوا لحديت ليوصل للشكل اللي هو الكروموسوم اللي بيعطونا إياه اللي موجود عندنا سوري في الخلية. هلأ على قد ما هو هذا السيكونس مشدود بتكون الجينات inactive، على قد ما بيرخي هذا السيكونس بتكون الجينات active. طبعا كيف في طبعا هي من خلال ميكانيكيات الإبيجينيتكس اللي راح نحكي عنها كمان شوي. طبعا ببساطه الإبيجينيتكس انا كمان في بعرفه، او مثلا مثل ما بحكي لطلابي انه مثل كان وقتها مثل الكتب قديما، هذا الكتاب لو بدي احطه في مكتبه ماشي الحال زي السيكونس دي ان اي موجود في الخليه، والسيكونس فيه مثل ما حكينا 25,000 جين ماشي الحال، وكل هدول ال 25,000 جين كل جين له وظيفة. طب هذا كيف إنه يعني كيف الخلية بدها تشتغل؟ طبعا كل ماركس موجود على هذا السيكونس بحدد عمل الجينات، مثل ما منحط الكتب جوا المكتبة ومنعلمها بعلامات معينة حتى نعرف وين كتاب الهيستوري، وين كتاب الكيمستري، وين كتاب البيولوجي وما إلى ذلك، بكون لهم علامات محددة. طبعا حكينا عن الايدنتيكال توينز اللي هم طبعا التوائم المتطابقه، حكينا في خلال هم طبعا صغار لحديت مثلا عمرهم 3 سنين بتضلكم تحسوهم بيشبهوا بعض كثير لانهم عايشين بنفس الانفايرمنت، بتعلموا نفس الشيء، بيشربوا طبعا بياكلوا نفس الاكل، بيشربوا نفس الشرب، بالتالي بتحسوهم لحد معين بيشبهوا بعض. لكن بعد 50 سنة ماشي الحال راح تلاحظوا ان التوائم بلشت تختلف عن بعضها، وكمان بعض التوائم ممكن واحد فيهم ينصاب بمرض والثاني لا يصاب بالمرض رغم انهم حاملين نفس الدي ان ايه، لكن واحد انصاب بالمرض وواحد لا، لانه اكيد واحد منهم تعرض لشيء خلال حياته او تعرض لشيء في البيئه الموجود فيها خلت الجين المسبب للمرض يصير اكتف، بالتالي مثلا يظهر عليه مثلا الزهايمر، يظهر عليه مثلا اي مرض وراثي اخر، او مثلا يطلع مثلا عنده كانسر يكون وارثه عن طريق الام او عن طريق الجده. طبعا هون ما بعرف اذا هي الصوره راح تكون واضحه، طبعا هون هاي الصوره مشهوره جدا اذا بتدخلوا على الانترنت عن الكروموسوم، وطبعا العلامات الموجوده على طبعا كيف بتفرق ما بين هون بثلاث سنين العلامه نفسها موجوده بالكروموسومين اللي هو الكروموسوم 3، لكن اماكن هاي العلامات بتفرق لما يصير طبعا العمر 50 سنة، وهذا الدليل انه ايش، انه العلامات على الدي ان اي بتتغير. نرجع على السنترال دوغما اللي هي طبعا هي الترديشن طبعا، وحكينا انه هي هاي مش الاساس، والعلماء مع البحوث ولقوا انه الموضوع كومبليكيتد او معقد اكثر
من هذا الشكل ورح ياخد معانا هذا الشكل. صح هو complicated لكن amazing، على قد ما في function، على قد ما في modification للإبيجيناتكس اللي هي بتحدد عمل سوري اوكي بتحدد عمل الجينات. طبعا الموديفيكيشن برضو الدكتور حكى عنهم او هم الميكانيكيات، خلينا نحكي للإبيجينيتكس. طبعا اول وحده اللي هي دي ان اي ميثيليشن، راح اشرح عنها كمان شوي كيف بتصير. عندنا الهيستون موديفيكيشن وعندنا المايكرو ار ان اي، او اللي هو طبعا بيحكوا لها هو من انواع النون كودينج ار ان اي. نون كودينج ار ان اي بس هو تفسير بسيط، الـ RNA usually اللي هو الجين اللي بصير له transcription ليتحول لبروتين، أو بصير له translation ليتحول لبروتين، لكن الـ non-coding هذا ما بتحول لبروتين، لكن مع ذلك له function في الجسم، رح نتعرف عليها. طبعاً أنا بشتغل أكتر شيء على الـ DNA methylation وعلى الـ micro-RNA. نيجي نحكي عن أول إشي عن الـ methylation، أنا بعتبره طبعاً amazing. لو نعمل شوية زوم على نرجع هيك لورا، احنا دخلنا على الكروموسوم عملنا له باكيجينج، الآن بدنا نفكه ونرجع للسيكونس تاع الدي ان اي ونتذكر الأربع قواعد للدي ان اي، السيتوسين، جوانين، ثيامين وأدينين. ماشي الحال؟ هلأ القاعدة أو البيس اللي بصير لها طبعاً ميثيليشن اللي هي قاعدة السيتوسين، يضاف لإلها طبعاً مجموعة الميثيل جروب، وقتها بتحول من سايتوسين لفايف ميثيل سايتوسين، يعني بصير انه صار هذا هاي القاعده صارت ميثيليتد بنحكي عنها. لما تصير ميثيليتد يعني صار الدي ان اي تاعنا ديكوريتد، يعني صار عليه علامه، وهاي العلامه هي اللي بتحدد الفانكشن تاع الدي ان اي. طبعا هاي هون العلامه اللي صارت على الدي ان اي. طبعا الميثيليشن كتير بيلعب دور طبعاً بتمايز الخلايا مثل ما حكينا، كمان إذا الميثيليشن حصل له أي مشكلة بسبب التعرض للبيئة، بسبب أي بسبب مثلاً التدخين، بسبب مثلاً أي طفرات حصلت وما إلى ذلك، ممكن يسبب المرض طبعاً، وله طبعاً دور كبير بحصول طبعاً الكانسر. كمان طبعا بحدد، يعني احنا مثلا اخذنا سيكونس لشخص مثلا مدخن وغير مدخن، رح نلاحظ كمان في فرق في السيكونس. طبعا من العلامات اللي بتركها التدخين، وطبعا في كتير دراسات اذا بترجعوا للدراسات الحديثه حكت انه مثلا الجده المدخنه ممكن انها تورث الامراض للاحفاد. طبعا لما تخيلوا للثيرد جينيريشن انه هذا الموضوع قد ايه بياثر وقد ايه بتم طبعا وراثه التاثير الإبيجينيتك حتى الجي الثالث. طبعا الدكتور ذكر الباركود، انا بدي اعطيكم اياها هيك واضحه. بدك تعتبروا السيكونس تاعنا او الدي ان اي مثل اي علامه تجاريه مثلا، او كل خليه لها علامه تجاريه معينه. مش انتم مثلا الشغله تشتروها من السوبر ماركت بيعملوا لها سكان بيعرفوا شو هي على السكان. نفس الشيء عندنا الخلايا في الجسم، الليفر طبعا، خلايا الكبد، خلايا الجلد، خلايا مثلا العضلات، كل واحد له باركود معين بيفرق عن الاخر، بميز شكل الخليه. هنا في مشكله شكله اوكي. فمثلا يعني لو اخذنا مثلا هون الدي ان اي مثلا، هون وحده معناها عليها عندها مثلا مسخه خط واحد، لكن لو صار مثلا عليها كذا مثلا مارك او كذا ميثيليشن راح يتحول شكلها للشكل التالي، يعني انه هاي السيكونس راح يعطي فانكشن لشيء اخر. لكن اذا ما كان عليه اي شيء ميثيليشن فما راح يكون، طبعا راح يكون له فانكشن بس برضه نوع ثاني، لكن الميثيليشن بتحدد دائما الفانكشن للسيلز. وهذا طبعا الحكي برضه اللي حكاه الدكتور، وهي طبعا اذا انتم بتعرفوا الخليه ما هي كانت زايجوت، والزايجوت طبعا بصير انقسامات وما الى ذلك. بالنهايه كل خليه بتعرف شغلها وبتعرف كيف تتحول. هنا طبعا خلينا نحكي نكون علميين اكثر، هنا الشكل اللي بكون كيف الجين للناس البيولوجي اكثر شيء راح يفهموا. الجين عباره عن ثلاث مناطق، المنطقه اللي هي المنطقه الكودينج سيكونس اللي هي طبعا المهمه، اللي هاي بتتم فيها اوكي بتم فيها انه الترجمه للبروتين، وفي منطقه قبل السيكونس اسمها قبل الكودينج سيكونس اسمها البروموتر. عاده الميثيليشن بيحصل بهاي المنطقه اللي هي منطقه البروموتر، اللي بتكون ريتش بالسي والجي، اللي هي وين فيها بكون قاعده السيتوسين، بنسميها سي بي جي ايلاند. هاي المنطقه طبعا اكثر شيء بيحصلها ميثيليشن، وبالتالي بصير التغيرات عليها.
طبعا من الأمثلة اللي كتير حلوة وراح أمشي عليها سريعا اللي هي مثلا كيف مثلا يرقات الفراشة، كيف تأثير الإبيجينيتكس على يرقات الفراشة. طبعا هي اليرقات كلها نفس الدي ان اي بالنهاية، لكن لما تتحول للفراشة راح تلاحظوا انه كل فراشة إلها لون، لانه الدي ان اي صار له ميثيليشن ماشي الحال، ووقتها تغير طبعا شكل الفراشة وكل يرقة أعطت لون فراشة معين. من أشهر الأمثلة والدراسات على الإبيجينيتكس أو على الدي إن إيه ميثيليشن اللي هي على الأغوتي مايس. الأغوتي مايس اللي هو طبعا في عنده جين معين مسؤول على لون الفرو أو الشعر تاعه. طبعا اللون الطبيعي اللي هو اللون الأسود ماشي الحال، لكن لاحظوا إنه الفار بيولد فيران طبعا صغار كتير كلهم، هدول كلهم هم توائم متطابقة نفس الدي ان اي، لكن انه بيختلفوا ألوانهم. فوقتها لما العلماء عملوا مثلا بحث على هذا الجين لاحظوا انه الموضوع بيرجع لتغذية الأم. طبعا تغذية الأم بتلعب دور بالألوان اللي بيطلع فيها طبعا فرو أو الشعر تاع هذا الجين، ولاحظوا انه اذا بيعطوها مثلا نوع معين مثلا فيتامين بي 12 فهم بتحكموا انهم يحصلوا على الوايلد تايب اللي هو اللون أسود، وطبعا اكثر من طبعا اللي هم طبعا هدول اللونهم اصفر او اللي هم الاغوتي مايس. طبعا مثال ثاني كثير انترستينج طبعا خصوصا لطلاب المدارس اللي بدهم يفهموا الابيجينيتكس اللي هو النحل. طب كيف النحل لما يحطوا البيوض، ما هي كمان البيوض كيف بيعرفوا انه هيدا تصير ملكه وهيدا تصير عامله؟ اليرقات تاعت النحله اذا تم تغذيتها بالعسل او اللي بسموه الجيلي كوين، هاي وقتها اليرقة تتحول لملكة. أما إذا أخذت من الجيل النورمال تاعها أو التغذية العادية تاعتها فبتتحول لووركر. وطبيعة التغذية هاي هي اللي بتتحكم بالسيكونس تاع الدي إن إيه اللي بحول النحلة لملكة أو لعاملة. فتخيلوا قديش التغذية بتلعب دور على دي ان اي سيكونس. وهذا الشيء اللي حكى عنه كمان الدكتور في الايرلي، طبعا احنا بنتعرض للشغلات بشكل مبكر، الام وهي حامل كل الامور اللي بتتعرض لها وهي حامل، سواء كانت طبعا تعرضت لسموم، تعرضت لكيماويات، كانت مدخنة، مشاكل عصبية، اي مشاكل طبعا حروب وما الى ذلك بيأثر على الجنين. طبعا ما انه بس انه الشغلة بتكون جينيتكس او انه راح يتورث ميوتيشن، لا، هاي العوامل او الماركس الموجوده على السيكونس طبعا بتتورث، وطبعا وقتها بتظهر الامراض على الاطفال او حتى وهم طبعا بعمر اكبر. طبعا ندرس الميثيليشن، طبعا في تقنيات معينه راح امر عليها سريعا مثل مثلا تقنيه المايكرو اري، طبعا نجمع الخلايا، ندرس الجلوبال ميثيليشن عن طريق المايكرو اري او السيكونسينج. طبعا راح ادخل على المايكرو ار ان اي، خمس دقائق بخلص المايكرو ار ان اي. المايكرو ار ان اي طبعا من الشغلات الجدا مثيره بعلم الابيجينيتكس، وهذا اللي انا فعليا بدات فيه اول ما دخلت علم، اول ما دخلت موضوع الابيجينيتكس. حكينا المايكرو ار ان اي هي عباره عن سلاسل قصيره من الار ان اي. هاي السلاسل هي ايضا بتم التعريف عنها كمان بالخليه، يعني هي بتكون جين، لكن هذا الجين ما راح يصير بروتين، راح يصير مايكرو ار ان اي. طبعا بصير لها ترانسكريبشن بالخليه، بتطلع بتكون طبعا لونج كودينج ار ان اي. طبعا هو بعدين بقصر لانه بيطلع برا الخليه في انزيمات معينه بتقصه، وبصير طبعا سيكونس صغير من 15 ل 25 نيوكليوتايد. ما تستقلوا فيه هذا السيكونس الصغير قديش بيعمل تاثير على عمل الجينات. يعني هذا السيكونس اللي هو المايكرو ار ان اي واحد، يعني مثلا ممكن 100 مايكرو ار ان اي يشغلوا جين معين او انهم يعملوا اكسبريشن لجين معين. ومثلا يعني واحد مايكرو ار ان اي يمكن ينظم عمل اكثر من 100 جين. فتخيلوا قديش انه لما اكتشفوا العلماء يعني لاحقا قديه فرق معاهم حتى بدراسه الطب، دخل في النانو تكنولوجي، دخل بالكانسر ثيرابي، دخل بكثير مجالات. هذا المايكرو ار ان اي الصغير اللي كانوا يشوفوه الناس يقولوا هذا ربش، هذا ملوش اي تاثير، لكن فعلا مع الوقت اكتشفوا انه هذا طبعا المايكرو ار ان اي له دور. طبعا عده ابحاث اشتغلت عليها بالمايكرو ار ان اي في سرطان الميلانوما، كان بالنسبه لي من امتع هالبحث اللي اشتغلته في وقت الدكتوراه. يعني بشكل مبسط اشرح لكم اياه،
هذا يا أعزائي وقتها لما دخلت الدكتوراه كان في مشكلة بالبنكرياتيك كانسر، لاحظوا إنه الديكسماتوزون وهو نوع من أنواع الكورتيزينات اللي بتعطى لمريض الكانسر اللي بتعمل على طبعاً بالحالة العادية إنها بتخفف من الأعراض الجانبية للكيموثيرابي، لكن لاحظوا العلماء والأطباء إنه الكورتيزون أو الديكسماتوزون عم بخلي المرض شرس، عم بخلي البنكرياتيك كانسر شرس وبتمدد بشكل أكبر بالجسم. طبعاً عملوا عليه بحوث كتير وعملوا عليه دراسات، وفعلاً على المستوى الجيني لاحظوا، طبعاً حكينا عن هدول، لاحظوا طبعاً إنه فعلاً الديكسماتوزون إذا انعطى للفار، ماشي فأر التجارب، لاحظوا إنه تيومر أو الورم بيكبر حجمه. طبعاً جينيتيكلي حاولوا كتير يفسروا الموضوع وفعلاً لقوا فيه مثلاً ميكانيكيات، ممكن نعمل تثبيط لهذا الجين وتثبيط لهذا الجين، بالتالي من عادل مفعول الديكسماتوزون وما إلى ذلك، لكن برضو يعني بضل العلماء عندهم شغف يعرفوا طبعاً شو النهاية للموضوع. وقتها دخلت أنا على الخط وحكت لهم خلينا نشوف الإبيجينيتكس، كان وقت اهتمامي بالمايكرو آر إن إيه، حكيت خلينا نشوف نعطي الخلايا، نحط في الخلايا أو الخلايا البنكرياتيك كانسر أو سرطان البنكرياس، نعطيها ديكسماتوزون ونشوف نقيس المايكرو آر إن إيه في هاي الخلايا هل بيتغير أو لا. وفعلا لما فحصنا، هاي طبعا تقنية المايكرو آر إن إيه، لاحظنا إنه المايكرو آر إن إيه إكسبريشن بفرق بالخلايا. طبعا بعض المايكرو آر إن إيه بصير يعني تركيزه قليل كتير بعض الخلايا مثلا في فترة معينة، لكن في فترة ما بزيد تركيزه بشكل كتير كبير، وهذا المايكرو آر إن إيه إذا زاد تركيزه أو قلت تركيزه بيفرق كتير بالخلية، بالتالي بيفرق على مستوى المرض، بالتالي بيفرق على العلاج. عشان هيك الديكسماتوزون إنه بكون مثلا بخلي المريض طبعا مور أجريسيف، طبعا المرض بخلي المرض مور أجريسيف وريزيستنت للكيمو ثيرابي. طبعا هذا الموضوع كمان عملناه كمان على الحيوانات. طبعا انا اشتغلت على أجنة الدجاج، كنا بنزرع طبعا التيومر على الغشاء طبعا البيضة تاعت الدجاجة وقتها، وطبعا الحلو انه بتشوفي انه بصير يتكون فيسلز للتيومر، واعطيناه طبعا اعطينا للدجاجة طبعا هذا التيومر اعطيناه مايكرو ار ان اي واعطيناه ديكسماتوزون، ولاحظنا انه المايكرو ار ان اي بثبط مفعول الديكسماتوزون. طبعا في المستقبل احتمال كبير يستخدموا هذا المايكرو ار ان اي اللي انا مثلا لقيت انه هو الديكسماتوزون بثبط مستوى اذا اعطيناه للمريض، لكن لما انا رفعت مستوى في الخلايا رجع مفعول الديكسماتوزون وبطل طبعا الديكسماتوزون بسبب طبعا انه يخلي المرض اجريسيف وريزيستنت للكيموثيرابي. شفنا كمان الموضوع طبعا في عينات المرضى، وكمان كان هذا طبعا في تطبيقات كتير رائعة. حاليا كمان بشتغل على المايكرو آر إن إيه طبعا في الديابيتس، هاي المرة طبعا بنحاول لقينا في مرضى الديابيتس عم بيكون عندهم المايكرو آر إن إيه بعض نوعين إكس وواي، خليني أحكي، كتير تركيزهم عالي، فإحنا بنحاول نعطيهم إنهيبيترز ونشوف تأثير المايكرو آر إن إيه على الديابيتس، هل يا ترى بقلل مستوى الجلوكوز الكوليسترول والليفر فانكشن وهالقصص هاي. يعني هذا لساته طبعا إجانا فند تقريبا مليون يورو على الموضوع، شغالين عليه لساتنا. وكمان بشتغل على الدي إن إيه ميثيليشن لمرضى الديابيتس كمان، وخصوصا المرض الديابيتس with complication، لانه هو هذا الشغل اللي عم نشتغل عليه، اننا نعرف او بدنا نفهم ليش المريض الديابيتس او مريض السكري بصير عنده مضاعفات عاده تؤدي الى الموت. شو الترانزيشن اللي بصير بين انه كان نورمال ما فيش ماله شيء، عم بياخذ انسولين عم بتعالج، لكن فجاه بصير عنده مضاعفات تؤدي طبعا عاد لمضاعفات كثيرة للكلى للكبد والموت. بالنهاية ممكن خريطة الإبيجينوم في المستقبل تحل مشاكل طبية كبيرة، تعطينا طبعاً اللغز اللي إحنا مندور عليه في كتير أمراض في حياتنا العادية، كيف إحنا نتعامل مع الطبيعة مع البيئة مع كل المواد الكيماوية وتكون حياتنا أفضل. وبالنهاية بتمنى أنه تكونوا فهمتوا المحاضرة، وشكراً كثير لكم.